أمزيل مدير الإقليمي لوزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة بأقاليم الزبولة تيغين. الدورة 11 لمهرجان الدولي للمسرح بورزازات هو واحد مناسبة سنوية وتقليد سنوي للفن والفنانين للفن المسرحي بالخصوص. وهو يعني واحد المهرجان اللي هو مهرجان يعني دولي اللي فيه مجموعة يعني من فقرات متنوعة من العروض يعني الدولية والوطنية، أيضا ورشات، أيضا ندوات، أيضا تتويج وجوائز إلى آخره. ربما المهرجان يدخل الدورة 11 وربما أنه أعطى إشعاع دولي أقسامه ووطني. صحيح، يعني إشعاع دولي الحمد لله أنه المهرجان متواجد معترف به ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي، نظرا لتنوع والتميز ديال هذا المهرجان. وبالمناسبة أنا كنحيي وكنشكر جمعية فوانيس اللي هي المنظمة، طبعا أحيي وأشكر كل الشركاء والمساهمين في إنجاح هذا المهرجان. واللي هو متميز جدا هو أن هذا المهرجان فتح أبوابه للجميع، ليس فقط على مستوى مثلا يعني شباب بل أيضا الأطفال بل أيضا حتى الممارسين في المجال المسرحي والأساتذة الجامعيين والأكاديميين والجمهور العريق الذي نحن الآن في هذه القاعة وبقربنا قاعة المسرح غاصة بالجمهور الذي كسبناه والعفوان الذي كسبناه من الدورات السابقة هو حب الجمهور لهذا المهرجان العميق والدولي. شكراً.